سؤاله الآخر يقول: هل هناك دعاء خاص في الطواف أو السعي للحج أو للعمرة؟ وهل يجوز أن يقرأ القرآن فيهما؟ ليس هناك دعاء خاص للحج والعمرة، بل يقول الإنسان ما شاء من دعاء، ولكن إذا أخذ بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو أكمل، مثل الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك ما ورد من الدعاء في يوم عرفة، وما ورد من الذكر على الصفا والمروة وما أشبه ذلك. فالشيء الذي يعلمه ينبغي أن يقوله، والشيء الذي لا يعلمه يكفي عنه ما كان في ذهنه مما يعلمه. وهذا ليس على سبيل الوجوب أيضا، بل هو على سبيل الاستحباب. والمهم أنه ليس للحج ولا للعمرة دعاء معين لا بد منه، بل الأمر فيه كله على سبيل الفضيلة. وبهذه المناسبة أود أن أقول إنما يكتب في هذه المناسك الصغيرة التي تقع في عين الحجاج والعمار من الأدعية المخصصة لكل شوط، أقول إن هذا من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا من المفاسد ما هو معلوم، فإن هؤلاء الذين يقرؤونها يظنون أنها أمر وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعتقدون التعبد بتلك الألفاظ المعينة، ثم إنهم يقرؤونها وقد لا يعلمون معناها والمراد بها، ثم إنهم يخصون هذا الدعاء بكل شوط، فإذا انتهى الدعاء قبل تمام الشوط كما يكون في الزحام سكتوا في بقية الشوط، وإذا انتهى الشوط قبل انتهاء هذا الدعاء قطعوه وتركوه، حتى لو أنه قد وقف على قوله اللهم ولم يأتي بما يريد قطعه وتركه. وكل هذا من الخطأ، من الأضرار التي تترتب على هذه البدعة. وكذلك أيضا ما يوجد في هذه المناسك من الدعاء عند مقام إبراهيم، فإن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا عند مقام إبراهيم، وإنما قرأ حين أقبل عليه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى خلفه ركعتين. وأما هذا الدعاء الذي يدعون به ويشوشون به على المصلين عند المقام فإنه منكر من جهتين: الجهة الأولى أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو بدعة، الجهة الثانية أنهم يؤذون به هؤلاء المصلين الذين يصلون خلف المقام. والمهم أن غالب ما يوجد في هذه المناسك غالبه مبتدع، إما في كيفيته وإما في وقته وإما في موضعه.